لفائدة النادي الافريقي من الجهة اليمنى. وانطلاق الان في وسط الميدان وين موجود احمد خليل الى اللاعب غازي عبد الرزاق. تويلة الكرة البنزرت يستغلوا المهاجم البوركيني. تويلة الكرة موجود شهاب بن فرج بالراس. احمد خليل ياخذ الكرة غازي عبد الرزاق الى رودريغ كوسي. رودريغ اكيد يرجع الى حبشي لتنفيذ المخالفة. خليل سيسي يلعب الكرة الى امادو سابو. امادو سابو يدخل دفاع الافريق. شهاب العبيدي اللي تم دعوته لاول مرة للمنتخب الاول للمنتخب الوطني التونسي بعد معمل الكأس افريقية مع المنتخب ورياحه في وضعية صعبة جدا في ترتيب الرابطة الاولى لكرة القدم التونسية. ياخذ الكرة نادر الجربي. يمشي الجربي يرجع دفاع الافريق. نادر الجربي كرة القدم التونسية مع هزيمة جديدة اليوم ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. 3 نقاط بعد 3 تعادلات بعد 20 جولة في او 19 مباراة تلعب الشبيبة. يعني ارقام صعيبة. خليفة بالراس وموجود شهاب بن فرج يرجع الكرة في مرة اولى. ياخذ الكرة امادو سابو. يمشي امادو يلعب القصير الكرة لصالح عبد الحليم الدراج. حليم الدراج ينتظر صعود خليل سيس. يلعب كرة الى الكالي بانغورا. ترابلس ترابلس باهي التمريرة الى الكالي. صعب الكرة. رقم 21 في تشكيلة السيابات. والى الكرة ترجع من جديد الى امادو سابو. ينطلق امادو سابو في وسط الميدان. ماذا يفعل؟ يمشي بالكرة يمشيها الى الكالي بانغورا. الكالي يمشي معاه دقيقة. 1-0 للافريقي في انتظار المزيد من الاهداف من الجانبين. ونشوف مباراة سخونة مباراة كبيرة ما بين الافريقي والسيابي. كرة لا يلعب الوسام يحب في وسط الميدان. وسام اللي بلغ 300 مباراة مع الافريقي. عن الوفاء بطبيعة تحدث ملاعبي مع عدا زوز مواسم العقيرة الحقيقة من الجماهير موجودة. ولو انه ان شاء الله ترجع الجماهير بصراحة في ظل انه بعض التظاهرات بدات ترجع. ما فماش علاش انه جماهير كرة القدم في ملعب كيف ملعب رادس نجم نطبقوا التباعد طبعا في الملعب نجم يحتضن 10,000 من اجل دعم خزينة النادي. وبالتالي اليوم الجمهور بيت لازم يعني العودة لازم يرجع الجمهور. فما حتى هاشتاج على ما وصلت وسائل التواصل المرمى. نعيم المثلوث يطول الكرة. يطلع وسام يحيى بالراس. شياب العبيدي معاه زوز مدافعين. يرجع الى رودريك خليل ساسي يلحق ما يلحقش. كرة ترجع من جديد للنادي الافريقي. ياسين الشماخي يمشي الشماخي بالكرة. الخطا من ايمن الترابلسي. مراغي يخرج من امام اللاعب باسيرو كومباوري. كرة ترجع من جديد الى امادو سابو ثم عبد الحليم الدراجي. كرة في محور الدفاع الى اللاعب ياسين كشوك. امادو سابو ايمن الترابلسي في وسط الميدان. بدل اللاعب في 18 ماتش عمل 4 انتصارات ضد اتحاد تطاوين. الملعب التونسي الاولمبي الباجي ومستقبل سليمان. و9 هزائم و5 تعادلات سجل. خليل سيسي يمشي بالكرة. خليل يمشي معاه اللاعب ياسين الشماخي ثم ترجع من جديد امادو سابو الى الكالي بانغورا ولكن تقطع. ياسين كرة ترجع من جديد الى باسيرو كامباوري يحاول المرور. يمشي معاه وسام يحيى ولكن تقطع من جديد. ياسين الى 23 في تشكيلة السيابي. ياسين كشك يمشي. ياسين ياسين الحكم يقول ما فماش مخالفة. ياسين يمشي لياسين الشماخي. الشماخي الى شهاب العبيدي الى الحارس سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي يرجع كرة مرة أخرى إلى رودريغ كوسي. طويلة إلى ياسين الشماخي وسام يحيى بالراس من غازي عبد الرزاق مع مهاب عوينة. الحقيقة فما لامس من القميص من غازي عبد الرزاق. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح النادي البنزرتي من أمدو سابو ومهاب عوينة. مهاب عوينة حب يلعب وحيشي مدافع مدرب النادي الافريقي او سامي القفسي مدرب النادي البنزرتي. امادو سابو الى ايمن طرابلسي لاعب يعمل بعمل كالي بانغورا سيبحث عن التوزيع. يلعب قصير الكره الى امادو سابو. يبدل كليا على الجهه اليسار خليل سيسي. خليل سيسي الى عبد الحليم.
أنه مستوى اللعب يرتفع وتشوفوا مستوى أقوى من هذا المستوى. كرة ترجع من جديد التوزيع وأشرب مع النادي البنزرتي في انتظار مزيد الأهداف في هذه المواجهة. هنا في استاد حمادي العقر ببرادس احمد خليل يلعب الكره الى اللاعب سابر خليفه. زوز ملاعبيه فقط للضغط على حاملي الكره. نتحدث عن مهاب عوينه وايضا عبد الحليم الدراجي. وهذه كره من جديد باسيرو الى الوراء من اجل البناء من جديد. احمد خليل الى وسام يحيى. وسام يمشي مع مدو سابو ثم باسيرو كامباوري. وسام يحيى يحاول التسديد. يهب الى قائد فريق وشاب بن فرج يلعب على اليسار. ياسين كشوك ياسين كشوك الى امادو سابو الى حارس مرمى نعيم الوثوث. يضغط شاب دراج به العمليه للنادي البنزرت. دراج الى بانغورا كل الكرات توصل للبانغورا من الجهه اليمين. الكالي التوزيع خطير للهجوم والكره ترجع الى ياسين كشوك. ياسين كشوك في وسط الميدان الى امادو سابو. الكالي بانغورا واحد اثنين امادو سابو وبه العمليه لتبادل الكرات للنادي البنزرت. الترابلسي سيبحث على النادي البنزرت. الان يعتمد على الهجمه المركزه والافريقي في المقابل يلعب الكونتر اتاك. هو امامكم الكره من جديد. ايمن الترابلسي يقطعها ترجع من جديد. خالد خليفه في تنفيذ المخالفة. التنفيذ من بلال عيفة يسدد وترتتم بجدار السد والحكم. تشكيلة توزيعة سهلة في دين الحارس نعيم المثلوثي. كرة ترجع من جديد للنادي للنادي البنزرتي من الجهة اليسرى. الانطلاقة والهجوم والخطورة ما زالت تقدم للنادي الافريقي واحد بلاش. بونتو وباسيرو في الدقيقة الرابعة. كرة ترجع لكالي بانغورا إلى اللاعب ياسر المشرقي. تقطع الكرة من غازي عبد الرزاق. يسقط غازي عبد الرزاق ما فماش مخالف. ياخذ الكرة أمادو سابو إلى كشك ياسين مهاب عوين أو التماس ترجع بدون أخطاء من أيمن الترابلس إلى أمادو سابو. أمادو سابو يحاول يلعب بسرعة. دراج يطلب العودة وسام يحيى. توشي كرة الكالي بانغورا إلى أمادو سابو. يبدل كلين على الجهة اليسار لكن موجود اسكندر العبيدي. يرجع سلامات وسام البنزرتي اللي يرجع للتغطية إلى أمادو سابو في وسط الميدان. سابو الكالي بانغورا ارتفع لنا السقف في هذه الدقائق. الكالي يطلب الكرة نادي البنزرتي. الكالي بانغورا الغيني في 56 دقيقة لعب. التوزيع في عمق دفاع نادي الافريقي الراسية خطيرة الكرة والدفاع والحكم يقول هناك مخالفة للنادي الافريقي من اجل العودة من جديد في المباراة. والنادي الافريقي قاعد يسير ويجري في المقابلة. انطلاقة من جديد لفائدة السيابي في وسط الميدان. اللاعب ياسين الشماخي ولكن تقطع من جديد. الكالي بانغورا يلعب الكره في وسط الميدان. امادو سابو طويل الكره في عمق دفاع النادي الافريقي. ترجع من جديد الى النادي يحاول المرور. يلعب الكره لصابر خليفه. التدخل الدفاعي ترجع صابر خليفه ينطلق من الجهه اليمنى. الخطوره الان للنادي الافريقي في القائم الثاني والدفاع يتدخل من جديد. ترجع لامادو سابو. امادو سابو يمرر الكره الى اللاعب مهاب عوينه ولكن الدفاع من جديد كلمة دراج. دراج يمشي دراج يبدل الكرة طويلة إلى الكالي بانغورا. يعمل ترويث الكالي بانغورا يبحث عن الحلول يوزع الكرة. دراج يلعب الكرة إلى نادر الجربي. نادر الجربي نادر الجربي سامي القفصي أكيد يطالب ياسر المشرقي بأنه يمشي من الجهة اليمين. به العملية لنادي البنزرت خطيرة الهجوم. خليل خطيرة موجود رودريغ كوسي. ترجع كرة في وسط الميدان. وسام يحيى يلعب إلى ياسين الشماخي. شماخي من جديد ماذا يفعل؟ يمشي الشماخي حلو برشا المراوغة خطيرة الآن للأفريقي مستوى
لنادي البنزرتي الانطلاقه الان من نادر الجربي في كونتر اتاك، كره تعود من جديد الى امادو صابو، تدخل من احمد خليل الى وسام يحيى، ثم اللاعب ثم عاد للنادي الافريقي، ترجع من شهاب بن فرج الى شتيل، باهي التمريره الدراج حليم عبد الحليم، والحكم يقول ما فماش مخالف، ياخذ الكره بلال العيف الكلين الى اسكندر العبيدي، اسكندر العبيدي قبله مدافع نادي البنزرت، ياخذ الكره مع امادو صابو، امادو صابو يطلب الكره على الكاليب انغورا، امادو صابو الى الدراج عبد الحليم، الدراج يبحث عن 20 دقيقه لعب وواحد بلاش النادي الافريقي، كره تعود من جديد للنادي البنزرتي والانطلاق الان من جانب اللاعب عبد الحليم الدراج، يحاول المرور الايسر في تشكيلة المدرب سامي القفصي إلى أمادو صابو، يلعب الكرة في وسط الميدان الموجود على الكاليب بانغورا، بانغورا يمشي الكرة للجهة اليمين. الأفريقي الآن هو المتقدم في النتيجة ونادي البنزرتي يحاول الهجوم، يحاول التقدم من أجل تعديل النتيجة، وهناك ضربة جات في مدافع السيابي أمادو صابو في وسط الميدان، حلوه برشا المراوغه، ينطلق بالكره صابو، يمشي صابو، يلعب الكره للشتال، يوزع الراسيه خطيره ولكن جانبيه، جانبيه لفائده ياسين كشوكه، الانطلاقه من جديد الى النادي البنزرتي من الجهه اليسرى، خليل ساسي شنو يعمل؟ الدفاع يتدخل من جانب اسكندر، يلعب الزوير الذويد، اسكندر العبيدي طويله ويطلع مقرب ليه ياخذ الكور احمد خليل قدير التسديد وجاني بيا الكوره يضرب الكوره شكون يطلع بالراس احمد خليل هذا مقرب يضيع كورت هذا مقرب في مره اولى ويربح تماس النادي البنزرتي الى امادو صابو التماس يصلح النادي البنزرتي يخلي الكوره لياسين الكساح يضيع الكره هذا مقرب ياخذها وسام يحيى وسام يحيى الى بلال العيفه بلال العيفه على الانطلاق ولكن تعود لفائده السيابي في وسط الميدان كره وانطلاقه من امادو صابو ماذا يفعل يلعب الكره الى اللاعب طبعا رقم سبعه خليل بلبوز ولكن ترجع من جديد لاحمد خليل حلوه برشا المراوغه احمد خليل في وسط الميدان الان السيابي في وضعيه الهجوم والنادي الافريقي في وضعيه الدفاع مادو صابو يلعب الكره الكالي بانغورا يسدد ولكن جانبيه لمرمى الحارسي الراسيه من ادم قرب ولكن لا يتدخل ياسين كشوك من جديد الكره امادو صابو ايمن الترابلسي يلعب الكره على الجهه اليمين انطلاق الان امادو والتدخل الدفاعي متميز من مهدي الولذرفي كره من جديد خليها لياسين الكساح رقم 8 رقم 35 طويله الكره من جديد رودريك كوسيي يبعد الخطر ولكن ترجع من جديد الى امادو صابو امادو صابو في منتصف الميدان يلعب الكره من جديد الى الشتال التسديد فرضيه وفي الكره بكل ثقه في النفس اكيد قلت في العاده حارس مرمى ممكن ما يلقاش روحه كاساسي ثم يتم الدفع به في اخر اللحظات تنجم تكون ياخذ الكره ياسين الكساح من او خليل بلبوس خليل بلبوس يبحث عن المساند الى امادو صابو مرجع من جديد لصالح النادي البنزرتي خليل بلبوس واحمد خليل بن خليل